مباريات النادي الاهلي المتتاليه ان شاء الله، ويا رب دايما كل يوم انتصار للنادي الاهلي. والنهارده تنس الطاوله للرجال ابطال الدوري الممتاز لكره تنس الطاوله للمره ال11 على التوالي، يعني فرحه كبيره هنا بعد الفوز على انبي النهارده 4-0. والنادي الاهلي دائما وابدا هو بطل تنس الطاوله في مصر، ويسعدنا في هذه اللحظات يكون معانا كابتن اشرف عبد الفتاح مدير جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي. يعني كابتن الف مبروك، فوز دائم وفوز ممتع، ودايما مهما كانت في صعاب لكن دايما النادي الاهلي رقم واحد وهو البطل. الله يبارك فيك. الحمد لله للمره ال11 فعلا على التوالي احنا نكسب بطوله الدوري، وربنا كرمنا الحمد لله النهارده. يعني البطوله يمكن كنتوا مشوار البطوله مهما كان النادي الاهلي متعود على الفوز، لكن برضه المشوار صعب، لكن انتوا قدها وقدود في لعيبه كتير النهارده كمان، وخلال المشوار البطوله شفناها مع حضرتك شاركتهم وبتعمل صف تاني يشيل النادي الاهلي سنين كتير قدام. الحمد لله، يعني كل سنه بنقدم حاجه جديده للنادي الاهلي. السنه دي مقدمين الكابتن شادي مجدي لعيب جديد للفريق الاول، بنعزه الفريق الاول، وعندنا غيره وغيره 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 ان شاء الله نقدمه من النادي الاهلي كل سنه. يا كابتن اشرف، ازاي بتعمل دوافع اللعيبه ان هم معتادين بطوله الدوري بقت بطوله معتاده، يعني بتخلق لهم ازاي دوافع جايه ان النادي الاهلي دايما لازم يكون البطل؟ هم طبعا عارفين، هم كلهم اولاد النادي وكلهم متربين في النادي، يعني فكلهم عارفين ان النادي الاهلي يعني نمره واحد، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى نمره اثنين بالنسبه لنا بنبقى كاننا الاخير بالظبط. هم كلهم عارفين النادي الاهلي رقم واحد والمركز الاول هم اللي بيتعاملوا بيه على طول، هم دايما ابطال في كل حاجه الحمد لله، يعني حتى في البطولات الفردي هم ابطال مصر الحمد لله. اللي جاي شايفه ازاي وتقولي من خلال قناه النادي الاهلي وهي متابعاكم دايما وبتنقل لكم نشاطكم على الهواء مباشره، يعني تقولي لجمهور النادي الاهلي والجاي ان شاء الله شايفه ازاي؟ طبعا انتوا مشرفينا، طبعا بتيجوا تزعونا وبدعمنا طبعا، وطبعا بقدم تهنئه وقدم البطوله دي يعني لمجلس اداره النادي واداره النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر. فانما احنا عندنا استعداد، يعني احنا مش هنريح، يعني انا هنريح اسبوع وبعد كده هنبتدي فتره اعداد ثانيه لبطوله افريقيا ان شاء الله شهر 7. شكرا كابتن، اتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع كابتن اشرف فتاح، مستمرين في لقاءنا مع دلوقتي كابتن اشرف صبحي مدرب فريق الرجال. يعني الف مبروك كابتن البطوله ال11 على التوالي، ودايما يا رب موفقين ودايما ابطال تنس الطاوله في مصر. ربنا يبارك في حضرتك، الف مبروك للنادي الاهلي. بنهدي الفوز دوت لكابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره كلهم، لان هم ساندونا في اول الدوري، كان العمليه صعبه قوي، كسبنا كل الماتشات وبعدين في حصل ظرف كده تبع اللائحه، والحمد لله احنا بقى لنا 6 سنين أو 5 سنين ماشيين تبع اللائحه، لان احنا الفرقه الوحيده اللي كان عندها 20 لعيب او لعيبه كتير، فانا استفدت من اللائحه بطريقه معينه ما حدش كان بيستفاد منها، فراحوا الاتحاد الجديد بقى ربنا يكرمه، فقالوا لنا لا انتم ماشيين اللائحه دي غلط، فقلت له لا انا رجعت وراجع اي بند عايزين تفسروه انا افسره معاكم. وفعلا سالوا عدوا مجلس الاداره اللي كان مسؤول عن اللائحه، قال لهم فعلا، والحكم العام انا واخد ترتيبي الحمد لله من 5 سنين، ومع ذلك سالتهم برضو فقالوا السنه دي، عشان عارف ان في ناس في الاتحاد الجديد هتبقى مش فاهمه اللائحه قوي، يعني غصب عني بقول مش فاهمه لان لسه جاي جديد. فهو ده اللي حصل، حطونا تحت ضغط من اول ماتش في الدوري المجمعه الاولى، والحمد لله ربنا كرمنا دلوقتي ونصرنا بفضل الله. الفرق مش وحشه وكل مدى بتزيد، والحمد لله عندنا اللعيبه، يعني انا بشكرهم جدا وبشكر الكابتن اشرف، يعني وبشكر مدير النشاط طبعا هو كابتن رؤوف ان هو في جنبنا وساعدنا. كابتن اشرف كان الفتره اللي فاتت صراحه مضغوط عليه ضغطه، وانا كانت بتيجي عليا انا وزعلان بتيجي عليا انا، وبنفضل ناخد الكلام بهزار ان كل ما يسيبنا الا ما كتب الله لنا. الحمد لله قدرنا نطلع بالبطوله لبر الامان الحمد لله، بحمد ربنا ان كل فضل من عند ربنا ثم مجهود اللعيبه. تقول لي بقى ده السؤال اللي كنت اساله حضرتك، تقول لي اللعيبه النهارده على الهواء مباشره، يعني تقول لي ايه اللعيبه بعد مجهودهم الكبير دوت والحفاظ على البطوله ال11 سنه متتاليه؟ اللعيبه رجاله، الاهلي طول عمره بيولد لعيبه رجاله، وكانوا واقفين بعد ما حصل ان احنا اتخذنا الماتش دوت خساره، ما شاء الله وقفوا في ماتش الزمالك وفي ماتش انبي، ان شاء الله ماتش الزمالك كان بعديه على طول الحمد لله ربنا كرمنا كسبنا 4-0. رجاله، انا مش عايز اقول يعني من اصغر واحد لاكبر واحد، يعني شوف الحمد لله لو حد اتفرج على الماتشات كل ماتش بيلعب واحد جديد، والحمد لله الرجاله بيرفعوا راسنا على طول اللعيبه. بطوله افريقيا بقى وتحدي جديد، يا شباب بطوله افريقيا ازاي وان شاء الله تساعدوا لها ازاي؟ والله زي ما قلنا كده اللعيبه رجاله، وان شاء الله بنستعد لان اللعيبه بتاعت الاهلي في المنتخب وعندهم بكره السفريه ديت، وان شاء الله لما يرجعوا بالسلامه نبتدي بقى نحط خطه للموسم الجديد، لو ان دي هتبقى اول بطوله في الموسم، فان شاء الله يعني الواحد ما بيقلقش منهم يعني. كابتن بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. مكملين لقاءاتنا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشره، ومعانا كابتن محمد البيلي يعني نجم البطوله السنه دي، يعني الف مبروك الفوز السنه ال11 على التوالي. يعني المشوار كان صعب لكن انتوا قدها وقدود، وازاي عاملين قادرين تخلقوا لنفسكم حوافز جديده انكم تستمروا وتفوزوا بالبطوله كل سنه؟ والله ربنا يخليك الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النادي الاهلي على طول متعود على البطولات وعلى رقم واحد دايما،
فاحنا على طول بنبقى مركزين ان احنا نحرز بطوله الدوري والكاس والانديه الافريقيه والعربيه، اي بطوله بندخلها. النادي الاهلي متعود على كده، عندنا المركز الثاني زي الاخير، عندنا على طول حافز، عندنا على طول دعم من مجلس الاداره ومن الجهاز الفني والناس كلها بتبقى مصممه ان احنا داخلين الموسم عايزين نحقق كل البطولات يعني. فالحمد لله وان شاء الله عندنا الفتره الجايه الانديه الافريقيه في اخر شهر 7 في نيجيريا، والانديه العربيه ان شاء الله في اول 9 في المغرب، فان شاء الله نقدر نحققهم برضو ان شاء الله. كابتن محمد، يعني انت من اول ما ابتدينا معاك التغطيه كنت واحد من اللاعبين اللي تم تدعيم بهم مجددا في الفرقه اللي طالعين من الناشئين، دلوقتي بقيت واحد من كباتن الفرقه والمسؤولين، يعني دوركم بقى مع زمايلكم كابتن سيد لاشين بتقولوا لهم ايه، خاصه في ناس جديده قوي في البطوله دي دخلت المباراه؟ طبعا الحمد لله احنا انا وسيد واللعيبه الكبيره زي ما حضرتك قلت بنبقى على طول بندي دفع للعيبه الصغيره وبندي لهم حافز على طول وكده، عشان زي ما انا كنت صغير كانت في ناس كبيره جدا، كابتن اشرف صبحي كان بيدينا الحاجات دي واحنا صغيرين، كابتن عم رضا، الناس الكبيره دي كانت على طول بتدينا حافز والكلام ده، فاحنا متعودين يعني من صغرنا يعني الحمد لله. عمر بدير بقى جاي لك على الهواء، احنا على الهواء مباشره دلوقتي، يعني جاي بيهرج معاك، يعني تقول لي على البطوله النهارده ودور الكباتن الكبار معاكم. هي بطوله جميله، من انضف الشخصيات في النادي والله العظيم الباري. لا بطوله جميله والله، احنا مبسوطين ان احنا كسبنا البطوله واحنا تعبنا فيها والمدربين بصراحه وقفوا جنبنا كتير. بس البطوله الافريقيه يعني تستعدوا لها ازاي ان شاء الله، وده تحدي جديد ان شاء الله. احنا ممكن يعني ناخد فتره راحه كده الاول اسبوعين او حاجه، وبعد كده نبتدي بقى معسكرات وتمرين ونستعد لها ان شاء الله ناخد برضو البطوله الافريقيه ان شاء الله. شكرا عمر. يعني كابتن بيلي بختم معاك، يعني بطوله افريقيا بقى ان شاء الله شايفها ازاي وشايف استعداد كلها شكله ازاي؟ والله ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك هي في اخر 7 في نيجيريا ان شاء الله. احنا انا ما عنديش فتره راحه، انا مسافر بكره المجر مع المنتخب بطوله العالم، وان شاء الله نقدر بعد كده نستعد لبطوله افريقيا، عشان بطوله افريقيا بتبقى قويه جدا والسنه دي هتبقى مختلفه، عشان في نيجيريا لعيبه نيجيريا والمنتخب وكده معروفين ان هم اقوياء جدا وهيجيبوا محترفين، فالبطوله هتبقى جامده، فلازم نستعد ان شاء الله من بدري ان شاء الله عشان نحافظ على اللقب ان شاء الله. كابتن محمد توفيق ان شاء الله. يعني مكملين لقاءاتنا ومعانا الاسطوره، يعني اسطوره تنس الطاوله في مصر وواحد من المع نجوم تنس الطاوله في مصر، يمكن ماتش الكاس تعبت اعصابنا شويه لكن برضه انت اللي جبت الانتصار، والف مبروك الدوري النهارده. الدوري كام ليك النهارده؟ والله ما اعرف، انا مستني ابطل عشان اعدهم برواقه يعني. الحمد لله كل دوري وليه حلاوته وليه طعمه، واحنا الدوري السنه دي كان فيه يعني شويه صعوبات كده قابلتنا فيه، فالحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وخلصناه احسن ما احنا كنا متوقعين يعني الحمد لله. يعني دورك انا شايفك بس مش انك لاعب رقم واحد وانك موجود مع الزمالك، لا كمان في دور الناصح، ودايما كان في لعيبه كتير دخلت معاكم السنه دي تحت 21 سنه واعضاء جداد في الفريق، لكن شايف دورك كبير مع الفريق، يعني بغض النظر عن اللعب وادائك الاكثر من رائع، لكن في كمان وقوفك جنب اللعيبه الجديده. وانا المفروض يعني انا الحمد لله كابتن الفريق، فالمفروض بيبقى ليا دور بين المدرب وبين اللعيبه، يعني اللي هو انا اقرب واحد للعيبه، انا بتمرن معاهم ولسه انا بلعب معاهم، يعني بقف معاهم في الملعب وعارف يعني امكانياتهم زي ما المدربين عارفين، بس انا يعني لسه انا عندي حته الاحساس بالملعب اكتر من المدربين شويه، لان انا لسه بلعب، فببقى عارف مثلا ممكن هو يكون خايف امتى، قادر يعمل ايه دلوقتي، المدربين كلهم عارفين، بس يعني انا بحب ان انا اشارك معاهم تمام، لان هم الحمد لله رب العالمين يمكن بيثقوا فيا وبيثقوا في الجهاز، فكلامي بالنسبه لهم بيبقى قريب شويه اكتر منهم بحكم ان انا اصغر واحد، يعني اصغر واحد من، يعني انا بعتبر نفسي من الجهاز وبعتبر نفسي من اللعيبه، فانا اعتبر اصغر واحد في الجهاز تمام واكبر واحد في اللعيبه، وبيحسوا هم بالطمانينه شويه مع كلامي تمام، انما الحمد لله رب العالمين يعني الروح عندنا واحد، يعني من اصغر واحد في الفرقه لاكبر واحد كابتن اشرف ومدربين كلهم، احنا كلنا واحد، مفيش يعني حته الجهاز والمناصب والحاجات دي كلها موجوده، انما حب واحترام وسعي في ان احنا نكسب البطوله من اول يوم لاخر يوم، كلنا واحد، مفيش فرق يعني الحمد لله. يعني دايما التحديات مستمره وبطوله افريقيا تحدي جديد، يعني شايفه ازاي وهتقول ايه للعيبه والخبرات اللي هتقينها للعيبه الصغيره؟ بطولة افريقيا بطولة صعبة مش سهلة، خاصة السنة دي معمولة في نيجيريا، يعني في البلد اللي هي دايما بتبقى منافسة لينا، فهتبقى في يعني الموضوع هيبقى صعب مش سهل، وان شاء الله باذن الله يعني احنا واخدين على المواقف الصعبة، وبيبقى ليها سيستم تاني وطريقة معايشة تانية في البطولة وتركيز وحاجات باسلوب تاني خالص، انت يعني هنا احنا في مصر ومثلا بنلعب الزمالك او انبي تمام الفرق اللي هي اللي بتنافس،
هناك الناجرين بيأثروا علينا بطريقة تانية، يعني الصلاة بتبقى ضيقة، بمشجعين بسم الله ما شاء الله يعني بيشجعوا كورة، ممكن في وسط الماتشات ما تسمعش أصلا الكورة، وصوت الكورة مهم بالنسبة لنا، وإحنا بنلعب بيبقى صوتها مهم، ممكن ما تقدرش تسمع الكورة ويقعدوا يشجعوا طول الماتش كأنهم شجعوا زي الكورة بالظبط، اللي هو ما بيفصلش، وإحنا محتاجين هدوء عشان نعرف نلعب. ففي حاجات كتير قوي بتقابلنا هناك، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونرجع بالبطوله من هناك ان شاء الله. شكرا كابتن، بالتوفيق، ونتمنى التوفيق دايما ودايما منور الملاعب. ربنا يبارك فيك يا رب، والف مبروك لجمهور الاهلي وللاداره ولفريق تنس الطاوله واللاعبين، وان شاء الله رب العالمين يكون فتحه خير للي جاي باذن الله. شكرا. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني احد الاعضاء الجداد في الفريق السنه دي وعامل اداء اكثر من رائع، كابتن سيد حتى محتضن بره الملعب وجوه الملعب، شادي مجدي، يعني الف مبروك الفوز بالبطوله، واعتقد بطوله غاليه، انت دي اول بطوله مع الفريق. هقول على الهواء ايه هي بالظبط؟ انا وقفت لك تحت 12 سنه اول مره تخش الثمانيه، كان عنده 11 سنه تمام، وانا كنت بقالي سنتين ثلاثه في الاهلي، والحمد لله رب العالمين وصلت ان هو الحمد لله بقى بيلعب معايا في رجال، وما شاء الله من اللعيبه المؤثره يعني. حبيب ابو السيد. البطوله النهارده مشوار البطوله والله زي كل سنه الدوري بيبقى يعني مشوار الدوري بيبقى صعب، عندنا بيبتدي بمجاميع الاول رايح جاي، ماتشات رايح جايه، بعد كده نبتدي دورتين المجمعتين. الحمد لله المره دي قدرنا نحسم الدوري من قبل الماتش الملاعب الفاينل اساسا، الحمد لله ما خسرناش في الماتش، كسبنا كل ماتشاتنا، فالحمد لله يعني السنه دي كانت يعني كانت كويسه لينا جدا، قدرنا ناخد كاس مصر وقدرنا ناخد الدوري، وان شاء الله لسه بطوله انديه افريقيه جايه ربنا يكرم ان شاء الله يعني فيها. يعني شايف اول بطوله ليك مع الاهلي وداخلين على بطوله افريقيا، يعني شايف كل التحديات دي ازاي والكباتن الكبار معاك في الفرقه بيقولوا لك ايه؟ والله يعني مش اول بطوله ليا، بس يعني الحمد لله يعني مايلستون لينا، يعني نقطه مهمه جدا كانت محتاجينها في نهايه السيزون بتاعنا، خدنا كاس مصر، خدنا بطوله الدوري، وزي ما قلت لحضرتك احنا دلوقتي هنبتدي بعد فتره راحه شويه هنجهز بقى لبطوله الانديه الافريقيه ان شاء الله، هتبقى تقريبا في شهر 7. بس فهي واحده، هي بتبقى خطوات في الموسم، والحمد لله خلصنا الموسم المحلي بتاعنا على خير، نبتدي بقى نركز في الموسم الدوري باذن الله يعني. شكرا بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كمل لقاءاتنا، ومعانا مدرب فريق الشباب كابتن محمد صبري، مدرب فريق الشباب تحت 21 سنه، يعني الف مبروك الفوز بالبطوله، ويمكن كان دور حضرتك مؤثر في البطوله السنه دي، ان في اكتر من لاعب من عندك فريق على راسهم علي غلاب طبعا، اللي يعني كان زي ما بيقولوا مفاجاه البطوله ونجم البطوله تحت السن. الله يبارك فيك والف شكر، والحمد لله وشكرا لمجلس اداره على الدعم الغير عادي اللي معمول للفرقه، والحمد لله فرقه 21 سنه يعني كنا بتتمرن مع فرقه الرجال، فدي هي انا بعتبرها فرقه رجال، والحمد لله المستقبل الاهلي بخير الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. يعني اللاعبين بقى، يعني عرفنا اكتر على اللاعبين اللي شاركوا من فرقتك مع الفريق. بص اقول لحضرتك، احنا كان في السنه دي الدوره المجمعه الثانيه كان بيقابلنا ظروف غير عاديه، يعني كان عندي علي غلاب ده دكتور وكان عنده امتحان، وعندي اشرف حلمي لسه واخد اول افريقيا تحت 21 سنه وبرده كان عنده امتحانات، وعندي لعيب نمره واحد اسمه يوسف عبد العزيز ده للاسف في المانيا مصاب، وعندي كريم عبد العزيز برده نفس القصه في المانيا، فالحمد لله الظروف السنه دي قبلت، يعني قبلت شويه ظروف صعبه في 21 سنه، بس الحمد لله الموجود سد، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن بكتير قوي، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي يا كابتن، ان شاء الله بنشكرك على وجودك معانا. الله يخليك يا كابتن، شكرا. مكملين لقاءاتنا مشاهدينا الكرام، ومعانا دلوقتي رئيس الاتحاد كاستاذ معتز عاشور، يعني الف مبروك النهارده ختام الموسم الرياضي زي ما بنقول تنس الطاوله وتتويج النادي الاهلي كالعاده، يعني شايف البطوله ازاي وتقولي للنادي الاهلي النهارده فوز البطوله؟ طبعا الف مبروك للنادي الاهلي والقائمين على مجلس ادارته والجهاز الفني والاداري والنشاط الرياضي، واقول لهم الف الف مبروك لانهم يستاهلوا ويستحقوا عن جداره بصراحه، يعني بيلعبوا هم الاول سواء المباراه النهائيه اتلعبت او ما اتلعب، زي بالظبط لما يكون في فرقه بتاخد في كره القدم الدوري قبلها باربع خمس اسابيع. وبشكر جدا قناه الاهلي اللي هي بتيجي معانا النهارده على الهواء كذا بطوله، ودي حاجه بتخلي فيه نشر للعبه، بتخلي فيه اهتمام كبير للناس ان هم بيتفرجوا على تنس الطاوله وفي ناس متابعين، وده ما كانش بيحصل، لكن طبعا احنا بنقول لكم متشكرين كقناه ان انتم بتساهموا معانا في البطولات وبتساعدوا على انتشار لعبه تنس الطاوله بهذه الجديه. يعني النادي الاهلي بيفوز بكاس مصر ودوري العام السنه دي، يعني شايف التنافس ازاي وشايف مشوار البطوله ازاي؟ انا بقول لحضرتك الاهلي كان يستحقها وعن جداره، يعني البطوله النهارده كان فيها، انا بعتبر ان الحصان الاسود في البطوله نادي المعادي اللي هو طالع الرابع، فرقه لسه جديده، فرقه لسه بتعمل لعيبه، بتجيب لعيبه، لعبوا مباريات حلوه جدا ومباريات قويه جدا،
الزمالك طلع الثالث، انبي طلع الثاني، وسبورتنج الخامس. كل الفرق النهارده في فرق كتير بقى بتجيب لعيبه، بتستعيد لعيبه برضو من الخارج ومن بره، وفي البطوله في بطوله الدوري دي بيبين برضو الاهتمام القوي في حتى في التصعيد، وفي من ثانيه الاولى ومن ثالثه ثانيه كل الناس بقت بتجيب النهارده. يعني في حراك جامد جدا في لعبه تنس الطاوله الحمد لله. برضو انا ببارك لناشئين ونشئات، وخاصه نجوم النادي الاهلي اللي كانوا في بطوله افريقيا في اكرا، اللي حققوا برضو المركز الاول على افريقيا الاسبوع الماضي ده، وفازوا بتسع ميداليات ذهب مقابل سته للمنافس الشرس بتاعنا اللي هو نيجيريا، وان احنا حصلنا على الدرع العام ايضا في افريقيا ناشئين ونشئات. والحمد لله ان شاء الله احنا مسافرين بكره اخر، عندنا مسافرين بكره المجر بودابست في بطوله عالم. يمكن الماتشات النهارده ديت اللي كانت موجوده او البطوله اللي هي موجوده الدوره ديت بنعتبرها احتكاك قوي قبل بطوله العالم مباشره، فكان الهدف من البطوله دي برضو ان اللاعبين يعتبروا دخلوا معسكر، يعني ان هم في معسكر مباريات على طول ومباريات جامده على طول، وهم لعيبه المنتخب شاركوا كلهم في البطوله دي. فان شاء الله هم بكره مسافرين يشاركوا في البطوله، وباذن الله تكون بطوله كويسه باذن الله عليهم والنتائج. شكرا يا فندم، نتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. احنا متشكرين جدا على وجودكم، ومبروك المره الثانيه على فوزكم ببطوله كنادي اهلي. مشاهدينا الكرام، الاهلي طول عمره نادي بطولات وكل يوم بطوله، وان شاء الله انتصارات وانتصارات وانتصارات. دايما النادي الاهلي ان شاء الله في المركز الاول. النهارده تنس الطاوله، بكره لعبه ثانيه وثالثه، وان شاء الله النادي الاهلي دايما وابدا ان شاء الله رقم واحد.